بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الحضراني والعمار الباب السابق لدى بكر وغاب عميس عندي هنا تولى مختلف القرحان. أنا بين عندي كونترا دي ترافاي، عندي عقد عمل مع بنك باميس وموقعه سنة 22 فبراير 2017 راي تاريخ توقيع العقد 22 فبراير 2017 راي هون دور كونترا دي ترافاي راي عندي كونترا دي ترافاي عندي عقد عمل مع بنك باميس سوف ودي الحمد لله 6 عينات زايدة والله 7 مشتغل معهم وتوب كنت رجعص اللي عند مسيد السعودية هي الوكالة اللي عند مسيد السعودية كانت بارميس اللي عند مسيد السعودية مشتغل فيها تميت لين نهار ذا خالد مغمع تمنين جاني مجير ليهم هو محمد رمين والبرو مجير اللي علينا احنا تمنين كاركار علينا قال لي أنا عدني ماشي شغل أجانس هي أجانس باميس ديجيتال حق بعض نتوف منين مشيت الهيل عادة جبرت قاع قدامي لاش من استاجرات أغلب العمال يجبرت فهم لاش من استاجرات كل عمال وشي جاي باميس أقدم فهم حد حكم حق بعض والله نتوف ومضيت أسبوع نشتغل فهم أسبوع نخدم نهاري السابع ولا لا طفتان تميتين لكن هذا بلا جورني في شغلة تميتين راد عليهم ولا يعني جبرت مونكاج وكيسي توب الحق نهاية الوقت قابل هذا المبلغ اللي هي 150 بوقية قديمة 15 بوقية جديدة هكذا وجاتني شيف داجانس اللي علينا مجيرة اللي هي محاسني قادم جاتني وقابلت من عندي فوضى استلمتها كتبت لهم ورقة بيضاء المبلغ اللي قال يجي فرنسي اللي كتبت لهم مبلغ هو 15,000 أمريكي قالت عنا لا يتلحق الإدارة العامة وإن ذاك لا يتقول ودور شغلي نعاد الصبح من قط طلعت لهم أنا نعاد العاشرة ذاك تلفنت لي صاحب البيرسونيل اللي في الإدارة العامة اللي هي غطمتهم تسجيلات هلا تلفنت لي قالت لي واي جاي العمالة عندك طالب هون نعطيك ديماند هي ديماند اكسبليكاسيون بهذه الطريقة اللي وغدت فيها الفضاء وأنا فعلا عني جاوبتهم عن هذه ديماند اكسبليكاسيون قالت لي هي علمني هي الله جاوبها غضب 48 ساعة أنا بنفس النهار جاوبت هذه عليها جواب جهزته نفس النهار يعني عاد صرت من قد طلعت فيه ثم علمني تميت ذاك النهار لجوبين اشتغل من حتى نهاية الوقت ذاك الكيس قالت وهذا تنزيل وعلمني مستعد نقدر صار عدة مراحل يا على الصبح من قد تلفنت لي وعيطت لي من تسجي بابا رقمت من تسجي بابا صاحبة البيرسون اللي فيها وقالت لي علمني قالت لي جيب الفوضى والله لا تطلع قالت لي ما حد هناك ما جبت الفوضى لا تطلع ها هو قالت لي شوف ويك ساعة صانة قاعد في الدار لي 5 أيام ولا 6 أيام قاعد يعني ما في شيء تميت لي تلفنت لي قالت لي وهاي جاي عندي لك شيء انا فيه رجعت لها قالت لي راعي لك ليسانس مع تنجاز تراقب راعي شوف واضحة انا تراقب تنجاز اللي هي عليها اسمي ومعلوماتي كاملة موقع هذا مدير تنفيذي محمد الضايع راعي توقيعه بيعلني بعض قالت حسب البصرة اللي منها قالت يعلني منقص منقص عن شغلته وأنا هون مطالب الجهات المعنية مطالب رئيس الجمهورية عنه يوقف معايا في هذه المظلمة الخبيثة مطالب جميع منظمات الخيرة منظمات حقوق الإنسان تقول معايا أنا هذا شخص عندي كونترا سيدي دور لا حقوقي ما دور شيء يعني. دور لا يلعب عندي حق يجبره يلعب مجمع عندي حق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.